تقديرا لذاتي أعلنت احترامي سماتي تقدير الأنام هي أغلى سماتي تقدير الأنام لذاتي أعلنت احترامي تقديرا لذاتي أعلنت احترامي سماتي تقدير الأنام هي أغلى سماتي تقدير الأنام. حسب ما مر ومن تجارب الأولين وجهة نظر ويجوز فيها الاتفاق والانقسام. اترك مسافة كافية بينك وبين الآخرين، بعض البشر ودك حدود المعرفة معهم سلام. اصمت ولا تحرص على كثر الكلام، الصمت زين، اللي سكوته ساترة يمكن يعريه الكلام. إذا تكلمت احذر تكون أكثر المتكلمين، السالفة لا طولت يضعف معاها الاهتمام. وامزح، ومزح باللسان أخير من مزح اليدين، مزح الرجال العاقلة على حدود الاحترام. واضحك ولا تضحك برفع الصوت، رفع الصوت شين من الأدب والذوق، عند الضحك ضحك بابتسام. اكرم وبيبان الكرم واجد ولا يحتاج دين، وترى الرجال كرامها ما هو في كثر الطعام. واحلم ولا تغضب ولا تعجل ولا تشري بدين، وشاور ولو رايك معك لشرط. الاحترام هو أجمل هدية يقدمها الإنسان للناس. الأدب لا يباع ولا يشترى، بل هو طابع في قلب من تربى عليه. ليس الفقير من فقد الذهب، إنما الفقير من فقد الأخلاق والأدب. ليس عيبا فيك إن كنت طيبا مع غيرك، لكن العيب في الذي لا يقدر طيبتك. كن لأخيك سندا، ولأختك معينا، ولصديقك وفيا، ولجارك محسنا. دنيا زائلة وكلنا راحلون. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.